مستمرين معكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة اللي تتناول الآثار المجتمعية والتفاعل في حملة فينا خير. ومعاي في الاستوديو دكتورة سوسن كمال عضو مجلس النواب. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك. حياك الله. يعني شفنا طبعا هذه الحملة وشفنا يعني تكاتف المجتمع وشفنا كيف يعني يمكن أداروها خلينا نقول أبناء البحرين وشون أن خذوا يعني هذه الحملة على محمل وطني وعلى يعني محمل جاد في هذه الظروف الاستثنائية. بالنسبة لك أنت شنو الرسالة اللي تحبين توصلينها؟ أولاً أختي هي أحب أن أشكركم على هالاستضافة وأحب أن أنا أثمن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة اللي أطل عليه على أبنائه وبناته ليطمئنهم ويطمن عليهم ويطمئنهم ويرفع فيهم روح التفاؤل والإيجابية في هذه المرحلة اللي إحنا نعيشها. طبعاً الجهود كثيرة ومتعددة وكانت مبادرات عدة اللي حالياً طبعاً الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع، يحتاجنا كلنا أن نوقف ونحط يدنا بيد بعض ونساهم لأن نحافظ على نقول المستوى اللي إحنا وصلنا له سواء في ناحية الأمن والاستقرار والناحية الاقتصادية وغيرها من الإنجازات اللي إحنا وصلنا لها. فالمبادرات العديدة اللي جاءت كلها تساهم في هذا الاتجاه وإحنا بدورنا نسعى أن إحنا نقف مع الحكومة الرشيدة لكي نضع يدنا بيدها ونبادر أيضا ونوجه جميع المواطنين أيضا أنهم يبادرون ويساهمون على أساس نحافظ على مثل ما قلنا المستوى اللي إحنا وصلنا له عالميا. نعم، يعني هذه الدكتورة الحملة لها أكيد أبعاد يعني اقتصادية ولا شك إنه يعني مثل هذه المساهمات راح يعني تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، إلى أي مدى يعني راح يتم ذلك؟ طبعاً المبادرات اللي تمت والحزم اللي وجدت لرفع يعني مستوى الاستقرار الاقتصادي في البلد حزم متنوعة وحاول يعني جاءت لتغطي جميع الفئات والقطاعات الاقتصادية في البلد، منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها الشركات، القطاع الخاص، البنوك. فحاولنا يعني بالإضافة للمبادرات الموجودة حالياً إحنا كمجلس نواب أيضاً حاولنا أن إحنا نضع بعض الحلول ونقترح بعض الاقتراحات المستعجلة لكي تساهم لتغطية الفئات الأخرى اللي ممكن نوصل لها، لأن مثل ما قلنا حالياً نحتاج أن إحنا نكون الكل لازم يساهم في هذه صحيح. المبادرة صحيح. إحنا راح نواصل الحديث معك دكتورة سوسن، يعني ذكرنا طبعا أن الحملة لها يعني أبعاد اقتصادية ولكن أيضا الحملة لها أبعاد إنسانية واجتماعية في نفس الوقت، خلنا نتكلم عن هذا الجانب، شنو هي دلائل هذه الأبعاد؟ شوفي أختي، هي سمو ولي العهد الله يحفظه ذكر شيء بأن الكورونا عدو الجميع، فهو ما يعني ما عنده فرق بين دين أو طائفة أو فكر معين. صحيح. فإحنا يعني الـ الأمر هذا اللي مرينا فيه ظهر معدن الأشخاص وإنسانيتهم وتكافلهم المجتمعي ووقفتهم جميعا بغض النظر عن أي ديانة أو أي طائفة أو أي توجه. فسبحان الله يعني جاءت الحملة هذه والشخص في هالمرحلة يستشعر إنسانيته ويستشعر واجبه تجاه وطنه وواجبه تجاه الأرض اللي عطته وسنين وهي تعطي، مثل ما احنا نقول يعني بالمجان، الصحة، التربية، التعليم، كلها ما زالت مجانية. فإحنا من إنسانية الشخص أنه هو يبادر ويساهم، شكراً لهذه البلد، شكراً لقيادتنا الرشيدة، فهي أظهرت معادن الناس وجوهرهم والحمد لله الدنيا بخير وفينا الخير وفيكم جميعاً. أكيد. وشكر لك أيضاً يعني دكتورة سوسن على وجودك معنا، أشكركم جزيل الشكر وشكر أيضاً لمجلس النواب يعني على وجه العموم على المساهمة اللي قدمتوها، شكراً جزيلاً. شكراً لكم أيضاً، يعطيكم العافية.